بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، تتجه أنظار الفلسطينيين نحو مدى تأثير فوزه على أوضاعهم كافة. بقولوا إنه ترامب لما بعد نجاحه إنه حيوقف إطلاق النار على قطاع غزة، وما أعتقد إنه يعطي قرارات يعني صعبة أو قاسية على الشعب الفلسطيني بصفة عامة. تساؤلات كثيرة طرحها الشارع الفلسطيني عن سياسته المستقبلية وتأثيراتها على الشؤون الدولية، بما في ذلك القضية الفلسطينية. ففي غمرة الحرب يواجه المواطنون في قطاع غزة أزمات متفاقمة، أبرزها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام. كلهم ضد الشعب الفلسطيني، كلهم بمدوا اليهود بأعتى الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل. العمارة خمس طوابق بطيحوها، أسلحة يعني عمرهاش مرت في التاريخ، هذه اللي بتكتل الأطفال. وقلبوا علينا ترامب من وين؟ من الأسلحة اللي بتكتل أطفالنا ونسواننا وزلامنا، كلها من أمريكا، كلها من أمريكا. دبحونا هم الأمريكان، بتشدقوا بالكلام بدنا نزيد المساعدات الإنسانية لغزة، بعطوا اليهود أسلحة تكتلنا وبدهم يزيدوا لنا المساعدات الإنسانية. طب ما احنا ميتين من غير مساعدات، بدناش مساعدات، بس ارفعوا الظلم عنا هذا. ومع إعلان ترامب فوزه في الانتخابات ظهرت مخاوف لدى الفلسطينيين من أن تستمر سياسته أو تتوسع، فهو لا يخفي موقفه الداعم لإسرائيل لتشمل إجراءات أكثر صرامة، مثل تقليص المزيد من الدعم الدولي لهم أو تشجيع خطط استيطانية إضافية، ويعني ذلك مواجهة واقع جديد يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية. فالانتخابات تحمل في طياتها مخاطر تتعلق بعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة المستقبلية، ومع إعادة انتخاب ترامب تصبح التوقعات أكثر صعوبة في ظل سجله السياسي الذي اتسم بال القرارات المفاجئة والمتشددة. يبقى السؤال الأهم، كيف ستؤثر هذه الفترة الجديدة من رئاسته على السياسات الخارجية تجاه الشرق الأوسط؟ وما مصير الحلول السياسية التي تسعى الأطراف الدولية لتحقيقها؟ يراقب الفلسطينيون تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية عليهم بعد فوز دونالد ترامب، فهل يوقف الحرب على غزة أم أنه سيزيد الوضع سوءا؟ لقناة الكوفية صفا الغليني، خان يونس.